في ذات السياق نستضيف مشعل الداعري المراقب للشأن الجنوبي. سيد الداعري، أهلا وسهلا بك. إذا برأيك هل ستتسع رقعة الاحتجاجات أم هذا الإعلان سيحد من الحراك الشعبي المطالب بحقوقه يعني الشرعية؟ أهلا وسهلا، مساء الخير. بكل تأكيد الناس قد وصلت إلى مرحلة الانفجار، وبكل تأكيد ستوسع رقعة الاحتجاجات. وهذه المرة نتوقع أيضا استقالات جماعية من قيادات الانتقالي في المديريات والمحافظات، لأن في كثير من قيادات الانتقالي يعني بينحازوا أكيد للشعب، بينحازوا أكيد للمظالم، للجوع، للحالة المعيشية الصعبة اللي وصلت إليها عدن والمحافظات المجاورة بشكل خاص يعني، والجنوب بشكل عام. هذه القرارات اللي اتخذت أمس حالة طوارئ وما حالة طوارئ من مشرع يعني غير يعني من مشرع غير شرعي، الناس كلهم عارفين طبعا. وين رجعت الاجتماعات اللي مع اللجنه الاقتصاديه واللجنه المدري ايش واللجنه الاعلاميه واللجنه كذا واللجنه كذا تسميها على مدار قرارات مع الصرافين كلها يعني كلها يعني اذا برايك هذه المظاهرات والشعب يعني اخذ قراره بالاستمرار يعني حتى تحصيل يعني حقوقه والمطالب التي رفعها. وبالمقابل يعني الزبيدي اعلنها، ويعني هنالك كما تفضلت قبل قليل ليلى الكثير بانه تسرع بهذا الاعلان وتسرع ايضا باستخدام العنف يعني، وهؤلاء الشهداء الذين ارتقوا يعني بهذه الممارسات العنيفه. إذا واضح القرار باستخدام العنف لي يعني كبح جماح هذه المظاهرات، بالمقابل الشعب مستمر كما تفضلت، واضح يعني المشاهد الأولية. إذا يبدو، والبعض يقول بأن الانتقال أصلا يعني قراره يأتيه معلبا يعني، فواضح بأنه العنف سيستمر. إذا من سيتدخل حتى يعني هذه الكرة لا تتدحرج وتكبر أكثر؟ أولا الشعب في هذه المحافظات يعني مطلب بسيط جدا، يشتي يعيش يعني بأبسط الإمكانيات. ما فيش بحث على رفاهية إيش ولا لا، عيش بحاجة بسيطة جدا جدا. كلام يعني مثل ما قلت الأستاذ يعني 4 ساعات في اليوم كهرباء، والسعودي اليوم تخطى 300 والدولار تخطى 1000، حاجات مخيفة جدا يعني لو حسبناها بالحاجة بسيطة. الاحتياجات ايضا تتوسع، القمع المتظاهرين بيزيد الطين بله، التدخل لابد اولا التدخل الحكومه لابد انها تقوم ايضا بواجباتها، لا ترك الحبل على القارب ايضا، الناس كل مشي على الزامات فعلا الزامات الحكومه، اللي هو الانتقالي ايضا شريك في هذه الحكومه، الى الان احنا لما نسمع وزراء الانتقالي لم يقدموا اي شكوى اي اعتراض على بس مجرد اللهم مجرد بيانات الانتقال وغيرها، الحكومه لابد انها ترجع بقوه ولا تقول خلاص نحن بنترك الموضوع خلاص الانتقالي او كذا، لا، هذه ارواح ناس، هذه مقومات شعب، والمسؤول الاول والاخير على هذا البلد، لكن ولا نترك الحال مجموعه من الانتقالي عايشين في طيش، عايشين في بلد يدمروا ما تبقى من هذا الوطن. نعم، كل الشكر لك مشعل الداعري المراقب للشأن الجنوبي.